من ساحة الشهداء في الديوانية. نداء، نكرر نداء من ساحة الشهداء في الديوانية، من ساحة الاعتصام في الديوانية. نوجه هذا النداء للجميع وأيضا إلى جميع سوح الاعتصام في العراق، وأيضا إلى أخوتنا المعتصمين في ساحة التحرير وكل الساحات. وهذا نداء مهم جدا. اليوم المعتصمين والشعب يرفض ترشيح أي شخصية شغلت منصب سياسي سواء في الرئاسات الثلاث أو منصب برلماني أو في الوزارات. نرفض، والشعب والشعب المعتصم مثال اليوم يرفض رفض قاطع ترشيح أي شخصية سياسية تولت مناصب سيادية أو وزارية أو برلمانية. اليوم كفى تدوير للوجوه. اليوم الشعب يرفض، وأيضا يرفض ما اتفق عليه تحالف البناء من ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء. الشعب يرفض ما اتفق عليه تحالف البناء من ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء. وعليه الشعب يحذر، يحذر الحكومة من هكذا خطوات تستفز الشعب. وأيضا وأيضا اليوم يوم غد يكون يوم حاسم، وعليه الشعب يطالب برئيس حكومة مستقل لم يشغل منصب سياسي ولا وزاري ولا نيابي ولا أي منصب آخر، ومن يستفز الشعب يتحمل مسؤولية الاستفزاز. نكرر، من يستفز الشعب المعتصم، من يستفز الثارين يتحمل مسؤولية الاستفزاز. كفى للوجوه المدورة، كفى للأسماء المدورة. نحتاج اليوم اسم جديد قادر على محاسبة قتلة المتظاهرين، على تقديم الفاسدين للعدالة، على تشكيل حكومة قوية قادرة على إعادة بناء هيبة الحكومة العراق وهيبة الدولة. وعليه نرفض ونكرر الرفض القاطع لترشيح أي شخصية سياسية ومرشح تحالف البناء قصي السهيل. بيان من ساحة الشهداء بالديوانية 21/12/2000